اوعى تشتغل في اي واحد من هذول المستشفيات. هيني قلت لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بقدم لكم قناتي مذكرات ممرض. اليوم رح نتكلم عن عدة أنواع من المستشفيات، لو لقيت حالك في واحد منها لا تشتغل فيها. أنت كممرض رح تشتغل بالمهنة سنوات طويلة، ورح تقابل الكويس واللي مش كويس. فبعض المستشفيات رح تلاقي فيها أنواع من البشر ما بينعاش معها، ممكن تلاقي حالك بتكابر على نفسك او مفكر حالك بتقدر تستحمل، ممكن تلاقي ناس تنصحك خليك اصبر الوضع بتحسن، احمد الله انت احسن من غيرك، لكن في مميزات معينة اذا ما نوجدت في المستشفى فقعودك في البيت بلا شغل احسن لك. اشي اكيد انه هذا الكلام ينطبق على الممرض وغير الممرض، فاذا انت مهندس او محاسب او بتشتغل باي مهنة في الدنيا شيل كلمة مستشفى وحط كلمة شركة او مؤسسة. لا تشتغل في مستشفى كله عصافير، واي ممرض بالدنيا بعرف شو قصدي بكلمة عصافير. لا تشتغل بمستشفى يتغذى على المتسلقين والمنافقين ودقيقة الاسافير وهزيزة الذنب. لا تشتغل بمستشفى انت لا يمكن توصل فيه الى مكان كويسة الا بالنفاق. فاذا لقيت اغلبية اللي حواليك منافقين، او اذا لقيت مديرك ما بيسمع الا للمنافقين وانت شو ما عملت على الفاضي، فنصيحة اترك هذا المكان. لا تشتغل في مستشفى العيلة او شركة العيلة او مؤسسة العيلة. بعض الناس غريب عليهم كلمة مستشفى العيلة، انا جربتها مرتين في حياتي. تشتغل بالمستشفى بتلاقي صاحب المستشفى مثلا دكتور، بنته صيدلانية بحطها رئيس قسم الصيدلة، ابنه فني اشعة بحطه رئيس قسم الاشعة، بنته الثانية دارست محاسبة بحطها مدير مالي للمستشفى، إله ابن رابع دكتور بحطه مدير فني وطبي للمستشفى ونائب للمدير العام ورئيس مجلس إدارة بنفس الوقت. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي، عبال ما يجيبه مدرس فرنساوي. عنده ابن مش نافع في شيء بحطه مسؤول الحركة، بالمهم ما يقعدوش. طبعا أنت راح تقول لي إنه مال أبوهم وهم حرين فيه، أوكي، بس الأماكن اللي زي هيك غالبا بكون ما فيها نظام. لو غلطت مسؤولة الصيدلة وغلط كبير بأثر على صحة الناس أو سمعة المستشفى واشتكيت عليها، شو بده يطلع من أمرك؟ ما في حدا ببهدل بنته أو بحبسها أو حتى بخصم لها نص يوم. لو غلط المدير المالي ودفع المريض $100,000 زيادة على الفاتورة، ما راح أقول لك ابني غلطان، لا، الحق عليك، حق على المريض، الحق على الهواء، الحق على أي بس مارك في الشارع، بس ابني ما بغلط. تخيل صاحب المستشفى هذا لو مثلا اتجوز عمرته، راح تيجي مرته وتقول لك نص الموظفين في المستشفى كانوا عارفين وما حكوا لي، وممكن انت تروح عشان واحدة غيرانة من ضرتها، اقسم بالله صارت. تخيل انه في يوم من الايام اشتغلت في مستشفى، صاحب المستشفى متجوز تنتين، وعشان ما يزعلوا منه حاطت واحدة مدير مالي وواحدة مدير اداري، واول يوم اي موظف بتعين اول يوم الاولى بتطلبه بتقول له بدي اياك تكون عيني في المستشفى، شو ما يصير بتوصل لي حرفيا هيك. بعد 5 دقائق تطلب الثانية بتقول له بدي اياك تكون عيني بالمستشفى، شو ما يصير توصل لي. من جهة ثانية شو ما احتجت برضه اطلب منه بقصرش معك. طبعا انا اشتغلت يومين في الاخير رحت للميترو وقلت له انا مش حاب اكمل معك، مش مرتاح، انه هذا مش شغل تمريض، هذا شغل عصابات. لا تشتغل في مكان ما في ديسيجن ميكر، وهي غالبا بتصير في المستشفيات الفاتحه جديد، المستشفيات الخاصه اللي فاتحه جديد ما بكونوا عارفين مين المدير، ما بكونوا عارفين مين المعلم، ما بكونوا عارفين ايش هي الاشياء اللي بتدخل ضمن نطاق شغلك وما بتدخل ضمن نطاق شغل فلان، ما بكونوا عارفين الشغله الفلانيه شغله التمريض ولا الطبيب ولا المحاسبه ولا اللي بكنسه ولا المراق الطريق، فانت راح تتعب كثير في هاي الاماكن. اشتغلت مره في مستشفى كنا نداوم، يجي المدير العام يعطي اوردر، اي مريض بيجي اعمله كذا وكذا وكذا، اوكي مفهوم. يجي المدير الفني اللي هو مسؤول عن التمريض والصيدله والمختبر يعطيك اوردر معاكس تماما. يجي المدير المالي اللي ملوش دخل فيه يعطيني اوردر مختلف تماما. يجي مدير الخدمات اللي هو مسؤول الامن وعمال النظافه يعطيني اوردر مختلف تماما. طب لحظه، مين المعلم فيكم؟ يعني انا لما بدي اتكلم مع واحد انادي على مين بالضبط؟ مين اللي لو اعطاني اوردر اقول للكل فلان حكالي خلص بردش الا عليه؟ الدوام في هيك اماكن متعب جدا،
أنا بحكي لك عن خبرة. إذا ما في نظام 99.9% من شغل المستشفى رح يطلع على الممرض. أنا اشتغلت في مستشفيات، الممرض في الطوارئ شغلته يروح على الصيدلية يصرف الدواء للمريض ويجيب له إياه لحد عنده ويقول له الله معك. حتى بالمستشفيات الخاصة، ما في مستشفى بالبلد بعمل هيك، لكن المكان ما في نظام. فإجا مدير حاب يبين حاله، فقال بدنا نحط نظام إنه ممرض الطوارئ هو اللي يصرف وصفة الخروج لمريض الطوارئ. ما تشتغل في مكان ما في أي إمكانيات. بالعربي وزارة الصحة، أي بلد عربي وزارة الصحة، أنت بتقبل تشوف 200 مريض في 8 ساعات وما يكون عندك جلوفز تلبسه في إيدك؟ ال 200 منهم 3-4 معهم هيباتايتس، ويمكن يجيك واحد بالأسبوع أو بالشهر مع إيدز. كيف بدك تسحب له دم؟ كيف بدك تعمل له إيبيجيز؟ كيف بدك تتعامل مع أي واحد من البادي فلويدز اللي عنده؟ لو ركبت له فلس شو بده يصير لك؟ لو ركبت له انجي تيوب شو بده يصير فيك؟ لو صار فومتين قدامك وطرطش على اواعيك، شو اللي بضمنك انك ما تنعدى بمصيبة؟ طولت كثير في النقطة صح؟ كيف بدك تشتغل في مكان ما فيه صابون تغسل ايديك؟ كيف بدك تشتغل في مكان مستشفى 6-7 طوابق فيه جهاز ECG واحد، لو خرب خربت ديارنا. استنوا لما يعملوا عطاء ويشتروا غيره ويلموا عروض من الشركات بكونوا المرضى ماتوا. فهمت شو قصدي؟ مش يعني امكانيات انهم يرفوك ويطلعوك رحل ويعملوا لك مراجيح في الحديقه تبع المستشفى، لا، الاساسيات مش موجوده احيانا. لا تشتغل في مكان كله واسطات وانت الوحيد المقطوع، انت الوحيد المسكين في الموضوع. يا اما بكون الكل قرايب المدير، يا اما بكون الكل معارفه او اصحاب ابوه او صاحبات امه، وانت لا بتعرف حدا ولا الك ظهر. لانه شو ما عملت على الفاضي وقد ما تتعب ما راح يشكروك، وغيرك راح يصير المدير وانت قاعد بتتفرج. لو الموضوع انه لا يشكرك ولا يذمك على عيني وراسي، بس ممكن تنفصل بغلطة غيرك عادي جدا، لانه انت ما الك ظهر زيه. لا تشتغل مع ناس جايين مع بعض من مكان معين. يعني انا اشتغلت مع فلان 10 سنين وفلان وفلان وفلان، احنا 10 أو 20 واحد اتعيننا في مستشفى ثاني مع بعض. فلما تصير مشكلة ما رح أوقف معك اللي عرفتك مبارح مع صاحب اللي بعرفه من 10 سنين. ولو كان المستشفى طالب اقتراحات أو ما في نظام وبقول لك شو رأيك شو نعمل، 10 رح يفرضوا النظام اللي كانوا فيه، لأنه أنت زلمة جديد ما بتعرف إشي. من أهم النقط، لا تشتغل في مكان ما بيعترف بالدين أو ما بيحترم البليف تبعك. في مستشفيات خصوصا المستشفيات الخاصة عندها قاعدة إنه الزبون دائما على حق. أوكي، أنت فاتح عشان تربح ومن حقك تدير بالك على فلوسك، لكن لما اغيب 3 دقائق عشان اصلي تيجي تقول لي ما هو العمل كمان عبادة؟ عبادة بس مش اهم من الصلاة. لما تيجي بنت محجبة بدها تتعين يقولوا لها الجلباب ممنوع، لو بلوز وبنطلون عادي بس خلي شعرك مغطى مش مشكلة. لما يجي انسان كفؤ معاه شهادات متعلم عنده خبرة اشتغل في اكثر من مكان وفي الأخير ما تعينه عشان لحيته طويلة، بس لو إجاك واحد متعود يحلق لحيته كل أسبوع تقول له لا كل يوم بدك تحلقها، طب افرض فجأة ربنا هداني وبدي أسيبها. لا تشتغل بمستشفى أنت مهدد فيه بالفصل. يعني ممكن تكون أنت في فترة من الفترات اتضايقت، كلنا في فترة من الفترات احتاجنا فلوس، فبتروح بعد الدوام أو بعد الظهر بتشتغل في مستشفى ثاني. ممكن في هذا المستشفى هم نظامهم ممنوع نشغل حدا عنده وظيفة ثانية عشان يظل مخلص إلنا ومتفرج إلنا، وعادة بكون في كل هالمستشفى واحد بيعرف إنه عندك شغل ثاني في هذا المستشفى. نصيحة لوجه الله، ما تكمل، لأنه أنت راح تظل على أعصابك، لأنه أنت الوحيد اللي الغلطة منك بألف، لأنه أنت كبش فدا لكل إشي، لأنه أنت الوحيد اللي ماسكينه من إيده اللي بتوجعه، وأي إشي بدك تعمله مش عاجبك بنبلغ الإدارة إنك بتدوبل. لو بدك الدوبل روح على مستشفى عارف إنه عندك شغل ثاني ومش ممانع، وإذا بتقدر تأخذ موافقة خطية على إنه عندك شغل ثاني مش غلط. لا تشتغل مع مدير إله مطلق الصلاحيات ومش عارف يستغلها. يعني لو في مدير قالوا له اعمل اللي بدك إياه في المستشفى أو اعمل اللي بدك إياه في القسم، المفروض إنه يحسن يطور يعلم الناس كيف تشتغل، يمسك الجديد ويعلمه، يمسك القديم يحببه في الشغل. لكن إنه الإدارة معطيتك كل الصلاحيات وكل اللي بتعمله إنك بتعطي أوردرات وبتكره الناس في الحياة، في الحياة مش في المستشفى،
في رؤساء اقسام لو الميت لو مدير المستشفى قال له فلان بدي اياه ينتقل من عندك لقسم ثاني برفض، والمدير بيقدرش يحكي معه شيء. طب عندك كل هالسلطه ليش ما تريحني؟ عندك كل هالسلطه ليش ما توقف معي لما يكون في مشكله والحق فيها معي؟ انت مستخدم كل سلطاتك في انك تجرف العالم. لا تشتغل مع مدير ما بيقدر تعبك. في مدراء لو جبت الشمس حطيتها في ايده بيقول لك عادي، فلان حطها في ايده قبلك بسنه. لو شربت مي البحر كله بيقول لك عادي، في غيرك بعرف يشرب مية المحيط. لو داومت ساعة زيادة بقول لك عادي، لما كنت زيك موظف جديد أنا كنت داوم كل شفت في 4 شفتات زيادة. مش ما تعمل على الفاضي، أنا شو جابرني أتعب وفيش كلمة يسلم، ما بدي فلوس، فيش كلمة يسلموا. لا تشتغل مع مدير ما بشوف حدا صح إلا هو. هاي نوعية متعبة جدا بالتعامل، لما تقول له كذا وكذا صح بقول لك لا، أنا هيك متعود. يا عمي في أبحاث وفي ناس بتفهم في كذا بقول لك أنا هيك تعلمت. يا ابن الحلال الدنيا تطورت والعلم اللي معك التغى من 40 سنة بقول لك أنا هيك مقتنع ما حدا يناقشني. يا ابن الحلال شغلتنا بتتطور، شغلتنا فيها علم، شغلتنا كل يوم فيها جديد، بقول لك أنا مين أنت يا ابن امبارح تيجي تعلمنا نصلي 15 18 49 97 سنة في المهنة. أما هو لأنك صلك 40 سنة في المهنة هذا عيبك الوحيد. مهنتنا أي إشي صلوا 3 أو 5 سنين ملوش قيمة، لازم كل يوم تقرأ. لا تشتغل مع مدير جبان. صارت مشكلة والحق في المشكلة معاك، وإذا ثبت إنه الحق عليك بتنطرد بيظلوا ساكت لما تنفصلوا عادي. اشتغل مع مدير لو حتى هو انفصل معك أو انفصل قبلك أو حتى انفصل بدالك يكون زلمة وقد كلمته. بنفس الوقت لا تشتغل مع مدير ممكن يقطع رزقتك المهم هو يضل على الكرسي. للأسف في كثير من الهيد نيرسز لو قالوا له بلغ عن اللي بغلط أي غلطة ببلغ، لو قالوا له أي حدا بيعمل إشي مش عاجبك احكي عنه بيحكي، لو هو مش عاجبه شكلك مع إنك بتشتغل صح بيطلع لك أخطاء من تحت إيديك وبيقرفك لغاية ما أنت تقدم استقالتك. ممكن الإدارة تقترح اقتراح أو تعطي أوردر ملوش أي تبرير، ملوش أي فايدة، لكن لأنه الإدارة قالت بده يعمل ودائما مقرفك بكلمة الناس اللي فوق. ليش نعمل كذا؟ ما هو هذا الاشي ما راح يفيد المرضى، ما راح يفيد المستشفى، بقول لك هذا اوردر من فوق. من وين من فوق؟ من زحل يعني؟ نزل في القرآن الاوردر هذا؟ كيف يعني من فوق؟ ما هو البني ادم ربنا اعطاه عقل. الاوردر نزل من فوق ينزل لي معاه راشونال. ليش انا كممرض وانا داخل على شغلي بتفتش وانا طالع بتفتش؟ صارت معي وقعدنا يمكن سنة ونص على هذا الاساس في يوم من الايام. بتفتش فيي ليش؟ شو بدي اسرق من مستشفاك؟ هل احنا بنبيع ذهب جوا؟ هل في منجم ألماس جوا مستشفاك؟ لما تقول له عيب في حقنا إحنا كموظفين، يعني إحنا ناس متعلمين ومتربين أولاد ناس، أنت مش جايب رجال عصابات يشتغلوا عندك، بقول لك الأوردر هيك إجا من فوق. وإنت كرئيس قسم ملكش أي قيمة، ملكش أي كلمة. لما تقعد في الاجتماعات المدراء ورؤساء الأقسام بضلك قاعد زي الأهبل، ما بتقول لهم أنا بصفة رئيس قسم من حقي أعطي رأيي؟ ما هو المدير ما بيجي إلا يقول صباح الخير وبعديها بعد بشهرين لما تشوفه كمان مرة. هو بشوفك أنت، فلازم يعرف وجعي من خلالك أنت. تيجي بتقول له كذا وكذا غلط، أنت لو نزلت هذا الأوردر كل اللي عنده راح يستقيله. أو بتقول له كذا غلط، علميا ثبت في علم الإدارة أنه كذا وكذا وكذا بقلل الساتسفاكشن تبع الموظف، الموظف ما بيكون مرتاح هو بيتعامل معك، بزيد التيرن اوفر تبع الموظف، الكل راح يستقيل او راح يدور على شغل ثاني او راح يفكر انه يستقيل على الاقل. في النهاية اعذروني لو احتديت شوي بس الموضوع بمكت. زي ما بنقول دايما، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، لو عجبتك القناة لايك للقناة، لو حابب يصلك جديد اول باول بس فعل زر الجرس خليه اول، وبنشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.